على صفحة النيل هنا تتراءى صور للجمال والدهشة والإبداع الرباني. هنا على امتداد طول وعرض الشمال الجغرافي للسودان، منطقة تكتنز كل صنوف الطبيعة نيلا ومياه، سحرا خرافي الجوانب والحواف. هنا تتجلى إبداعات الخالق المصور، سبحان من ألقى على المكان من كل شيء جمالا وخيرا، وفوق ذلك جعل فيها من يقدر الجمال إنسانا بفطرته ميال لهكذا طبيعة. التاريخ والجغرافيا يقترنان ببعضهما كما الزمان والمكان، ينسابان على خطوط العرض والطول، فكان أن تداعى لحسنها كل البشر من كافة أنحاء العالم. منطقة لوحدها تهب الروعة في نفوس زائريها، فاستلقت على راحتيها أمتعة المسافرين. الموروث الشعبي هنا في هذا الجزء من السودان بائن وواضح، تتجسد فيه روح التناسق في خطى الإبداع ومسير الجمال، حيث التنادي بكل ما يطفي على المحيا حب الحياة، وعلى الدواخل فرح السنين وغابر الذكريات التي مضت على واقع الناس هنا من التذكر والحن والاشتياق. وعلى طبيعتها فأرض الشمال تستقبل الجماعات والمكونات المتلهفة للتعلق بأستار جمال المكان وروعة الحضارة والتاريخ المتجلي في جنبات الإنسان وحياته المبنية على حسن الوفادة وإهداء السعادة واستدراعها على بساط القادمين من الأصقاع البعيدة، حبا يرتبط ببيئة أهل الشمال وسجاياهم الكريمة. كثيرة هي الشواهد على عراقة المناطق بشمال السودان وكنه تاريخها العريض والممتد، تحف معمارية